السلام عليكم. موقع ظريف، ما بقولش موقع مخيف أو موقع صح 100%، لكن هو موقع متخصص في تفسير الأحلام، تفسير الأحلام بالذكاء الاصطناعي، اللي أثق فيه 100%، لكن يعني بتديله أي حلم هو يبدأ إن هو يفسر لك معنى الحلم دوت. يعني أنا قلت له واحد مثلا بيتمشى على القمر، فبيبدأ بيقول لك بقى شوية تفسيرات للأحلام، ممكن يكون معتمد على قواعد معينة أو يعني كتب معينة وهكذا.